ومباشرة إلى مدينة شرم الشيخ ومفادة التلفزيون المصري ريهام الديب من هناك. ريهام، ضعيني في صورة فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة. بالفعل هبة، فعاليات اليوم الثاني من منتدى شباب العالم يعني بتحظى بالكثير من الجلسات والملفات المهمة والتي لها تأثير كبير، وبتعتبر محور اهتمام مشترك بين مختلف الشباب من جميع دول العالم. بدأت هذه الفعاليات، فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، بالجلسة الخاصة بجلاسكو، من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية. جلسة في منتهى الأهمية، جلسة ثرية للغاية بكل ما كان بها من محاور. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له مداخلة بها الكثير من النقاط الهامة، بدأ بترحيب بكل المشاركين في هذه الجلسة، وأثنى أيضا على أهمية هذه الجلسة في هذا التوقيت تحديدا لاعتبارها لبنة أساسية لمؤتمر التغير المناخ COP27، والذي سينعقد أيضا هنا في مدينة السلام، مدينة شرم الشيخ، إن شاء الله في أواخر هذا العام. بالتأكيد هذا الموضوع الذي يحظى باهتمام كبير لدى جميع دول العالم، السيد الرئيس أكد على ذلك، وأكد على أن الدولة المصرية كان لها دور كبير وتحركت تحركات سريعة، وذلك من أجل مواجهة التغيرات المناخية، وأكد على ضرورة التعاون بين الجهات المختلفة للدولة، بين جميع مؤسسات الدولة مع القطاع الخاص، وذلك لمواجهة التغيرات المناخية. كذلك أيضا تحدث على أنه مؤسسات الدولة المصرية كان لها دور كبير فيما يتعلق بتبطين الترع، وفيما يتعلق أيضا بتطوير البحيرات وتطهير البحيرات بمعنى أدق، وهذه يعني كل هذه الممارسات أدت أيضا إلى توفير الكثير من فرص العمل، وكانت في سبيل أيضا مجابهة خطر التغيرات المناخية. أكد على أنه السنوات الثماني القادمة هي سنوات مهمة جدا وحاسمة وفاصلة للتحرك بشكل سريع والتعاون مع القطاع الخاص لمجابهة التغيرات المناخية، وأكد أيضا على أنه من المهم إحلال السيارات الكهربائية، وذكر على أنه عام 2023 إن شاء الله سيتم إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية. أيضا السيد الرئيس تحدث عن مبادرة حياة كريمة، وأن هذه المبادرة القومية الوطنية لها أهمية كبيرة، لأنها بتسهم بشكل أساسي في تحسين جودة حياة المواطن المصري وتوفير فرص عمل كثيرة بالنسبة له، وذلك طبعا في جميع المناطق الأكثر احتياجا، وتطوير القرى، وأيضا العمل على الارتقاء بحياة المواطن. هذه المبادرة التي استطاعت أن تحظى بإشادات مختلفة، إشادات عالمية مختلفة. كانت هذه أبرز النقاط التي تحدث عنها السيد الرئيس في هذه الجلسة المهمة الخاصة بالتغيرات المناخية، من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية. أيضا كانت هناك جلسة هامة متعلقة بمستقبل ما بعد جائحة كورونا، هذه الجلسة الخاصة بمستقبل الرعاية الصحية، وجلسة أخرى حول مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي في عالم ما بعد جائحة كورونا، بالإضافة أيضا إلى نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. منتدى شباب العالم في النسخ الثلاثة السابقة كان له اهتمام كبير بأن يكون هناك نماذج دائمة ومستمرة للمحاكاة، وخلال هذه النسخة تم تنظيم محاكاة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لأهمية هذا الموضوع وهذه القضية وهذا الملف بالنسبة لكل دول العالم. وكانت الحقيقة يعني المشاركة كثيرة في نموذج المحاكاة، وكانت أيضا الحوار ثري إلى حد كبير لأهمية هذا الملف. نعم. أيضا من ضمن الموضوعات المهمة والجلسات المهمة هبة خلال فعاليات هذا اليوم، المرأة والاهتمام الكامل أيضا بملف المرأة والوصول إلى عالم أكثر أمانا وأكثر شمولا بالنسبة للمرأة. ملفات كثيرة كما ذكرنا هي محور هذه النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، وأيضا من أبرز هذه الملفات التي تمت مناقشتها المسؤولية الدولية
عن استدامة الأمن المائي، موضوع أيضا كان له أهمية كبيرة واستطاع أن يحظى باهتمام الحضور والمشاركين في فعاليات اليوم الثاني من منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة. إذن السلام، الإبداع، التنمية، هذه هي المحاور الرئيسية لمنتدى شباب العالم والتي ارتكز عليها منذ بداية ظهوره في عام 2017 و2018 و2019 وأيضا في النسخة الرابعة 2021-2022 النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم. ولكن ما يميز هذه النسخة تحديدا هو الاهتمام بما بعد جائحة كورونا، هذا الواقع الجديد الذي يفرض نفسه على العالم وعلى كل دول العالم، ما يتعلق بمستقبل ما بعد جائحة كورونا، وهذا هو محور مختلف الجلسات التي تنعقد على مدار أيام المنتدى. هذا المنتدى الذي يعد منصة حوار ثرية للغاية، محفل دولي بالفعل ثري يجمع بين الشباب من مختلف دول العالم لتعزيز الحوار وأهمية الحوار، وأيضا العمل على تبادل الخبرات وتعزيز الحفاظ على التنمية، وإرسال رسالة سلام من هنا من مدينة شرم الشيخ، مدينة السلام. إليك هبة. نعم، أشكرك ريهام. إذن هي حلقة وصل مستمرة على مدار فعاليات هذه النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، ما بين الشباب، هذه الطاقات الجديدة ومتخذي القرار في كافة دول العالم. ريهام أديب، مفدى التلفزيون المصري من شرم الشيخ، شكرا لك.